مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ ماذا كانت قصتنا الأسبوع الماضي؟ نعم، القمر قد عزم البحر. ماذا أخبر القمر البحر؟ القمر اقترح دعوة بعض الأصدقاء للرقص مع أمواج البحر. هل عزم البحر رفاقه للغناء والرقص؟ هل يمكنني أن أبدأ بالقصة؟ البحر تذكر اقتراح القمر وأراد دعوة أصدقاء البحر. قال البحر: تعا إلى هنا، خلينا نغني ونرقص سوا بالبحر الواسع. ثم بعد لحظات قليلة الأمواج جاءت وظهرت الأسماك، ثم موجة ثانية جاءت، موجة أخرى جاءت. إنها جميلة جدا وغامضة هنا، والضوء يتحرك. كما تتحرك الأمواج أنا أتحرك معها. بعد سماع هذه الكلمات أصبح البحر أكثر سرورا ورقص مع السمك. أريد الذهاب للبحر لأسمع القصة. أوه، يمكننا الذهاب في رحلة بالصور معا أيها الأصدقاء. إذن فلنرسم أصدقاء البحر الآن. جهزوا الأدوات. اليوم بدنا بعض الأوراق وأقلام التلوين وورق ملون. فلنرسم السمكة الآن. لقد جعلت هذه الدائرة الكبيرة بالأحمر. لقد رسمت الذيل بشكل مثلث. أوكي، ثم سألون أولا، ثم سأرسم الوجه، الزعانف والغلاصم. الآن جميعا من فضلكم ترقبوها. أنا لست أفعل ذلك بالأحمر فقط، أريد تلوينها بألوان قوس قزح. لونوا بالأحمر، ثم لونوا بالبرتقالي، ولونوا بالأصفر. ثم لونوا بالأخضر المصفر. السمكة تصبح بألوان قوس قزح، ثم بالأخضر المصفر. إذا لونتموهم جميعاً يمكنكم أن تلونوا السماء بالأزرق. ثم سألون أنا بالكحلي. أخيراً لونوا بنفسجي، ولونوا الذيل بالألوان التي تريدونها. سوف ألون بالأزرق، البنفسجي والأخضر. لقد فعلت كل شيء لذيله، وثم سأقوم بالجزء الأسود من السمكة هنا. سأجعلها داكنة أكثر عندما أملأها. لما أجعل الألوان الجميلة سوداء؟ نعم، لذا بعد أن ألون بالغامق
من فضلكم انتظروا لما تتوقعونه. كلما تغطت ألوان قوس قزح بالأسود كلما كانت أفضل. أريد أن يكون هذا الذيل أسود. نعم، تقريبا كل شيء تمت تغطيته. نعم، والآن إذا كل شيء تغطى بالأسود، فوق ذلك سأرسم الآن تعابير الوجه والغلاسم بقلمنا الرصاص. سأرسم هذه خلفها. دعوني أحاول بها. أوكي، هذا هو جزء الوجه وقسم الجسم وقسم الغلاسم. واو، بعد أن حكيت هيك الألوان قوس قزح التي لونت بها هنا بدأت تظهر، وعلى السمكة حكوا بهذه الطريقة. إذا أظهرنا حراشف السمكة بالخطوط التي استخدمناها لتلوين الغيوم، ومع ألوان قوس قزح تحتها، هناك سمكة جميلة جدا. والرسمة على الذيل سأظهرها هكذا، ثم سأرسم عيونها. للعيون أرسم دائرة ودائرة أصغر ولونوا بالداخل هكذا. العيون الجميلة انتهت، ودعونا نحصل على فم مع ابتسامة جميلة. نعم، السمكة ليس لديها زعانف هنا أيها الأصدقاء. اختاروا الألوان التي تحبونها للحراشف. ارسموا دائرة صغيرة هكذا. نعم، صديقنا البحر الجميل قد انتهى. حسناً، لقد قلت أننا نحتاج بعضاً من الورق الملون، لذا أخرج الورق الملون الذي يتلائم مع البحر. هذه الأوراق الملونة ستظهر البحر هنا. كيف سنظهرها؟ أنا لا ألون هنا اليوم. سأشق هذا الورق الملون بيدي هكذا. الآن لا عليكم أن تشقوا مستقيمة هكذا، فقط مزقوا ومزقوا. واتركوها طبيعية. الآن سأشقها بأشكال مختلفة. هي تبدو هكذا، وعندما تقلب رأساً على عقب إنها زرقاء. إنها زرقاء كالسماء عندما نقلبها مرة أخرى. الآن أنا سوف أضع هذه هنا لأظهر البحر، ثم سنحتاج للصمغ. لنضع هذه هنا أولاً. فتحت الصمغ ووضعت هذه القطعة هنا. ضع الصمغ على الورقة هكذا، وسأضع هذا رأسا على عقب،
وألصقوها في الخلفية، ومرة أخرى أضع الصمغ على القسم الأزرق هذه المرة. ضعوها بالمقلوب والصقوها مرة أخرى. أنا ألصق هكذا. الاتجاهات يمكن أن تكون مائلة قليلا هكذا. يمكنكم إلصاقها مباشرة هكذا، وهي تعتمد على عقليتكم. الآن تأخذ أكثر وأكثر هكذا. سأمزق الأزرق الغامق هذه المرة. مزقوا ومزقوا، لكن هم لا يحتاجون لتمزيقهم على شكل مربعات. إنها ممتعة أكثر إذا بدوا بشكل مختلف. ضعوها هنا وهناك. ضعوا شكل المثلث. هذه أيضا قصت على شكل مثلث. لنضع هذه هنا هكذا. ماذا عن وضع الصمغ عليها هنا؟ لنضعها هكذا. ييي! وسأشقها مجددا. سأمزقها بشكل أصغر هذه المرة. نعم، سأحاول أن ألصق شيئا هكذا. ضعوا صمغا عليها وألصقوها. وبعدها ومجددا هذا القسم الأبيض يمتلئ بالقصاصات الورقية. نعم، كيف حالكم؟ إنها ممتلئة بالقصاصات الورقية هكذا. أليس البحر منتهيا؟ سأشقهم أكثر. سأضع الصمغ عليها وألصقها. أخيراً لنضعها هنا. نعم، السمكة تبدو وكأنها تسبح في البحر. إذا كنتم تشعرونها بسيطة كثيراً، من الممكن أن ترسموا الأمواج بقلم التلوين. أشعر أنها تبدو كالماء. نعم، رائع، البحر قد اكتمل. كيف كان درسكم اليوم؟ اليوم لقد قطعت بعض الورق الملون ووضعت بعض الصمغ وألصقتها على الصورة. تقطيعهم لم يكن سهلا، أليس كذلك؟ أنتم لا تحبون أن نمزق أوراق التلوين بشكل غريب، أليس كذلك؟ لكن إذا تدربتم يمكنكم فعلها بشكل جيد. إنها أفضل كثيرا مع التدريب. إذن من فضلكم استمتعوا المرة القادمة. باي باي.